هنا دمياط، المدينة القابعة على نهر النيل وقلعة صناعة الأثاث، تتحدى الظروف والزمن. تتبعنا مراحل هذه الصناعة منذ قدوم الخشب واستيراده وتجهيزه. المرحلة بتاعتنا بتبتدي من استيراد الخشب من كرواتيا، بعد تقطيعه وتجهيزه تحمله في مراكب بيوصل هنا لمينا دمياط، بنبتدي نجهز فيه ونقطعه، وبنجهز فيه ونصنفه، ونبتدي نوزعه للعملاء كل واحد على حسب احتياجاته. دخلنا ورش النجارة نرصد ونتأمل. احنا عايزين عيشة كريمة، نحل أزمة الكهرباء، أزمة الغلو، الخامات الغالية عشان نعرف نشتغل، وعايزين نفتح مجال للتصدير. دي اسمها تبريش، اللي هي مرحلة ما بعد النجارة، بعد اللزيق، بعد ما بتتلزق زي كده، خد بال حضرتك، فبتجيلي أنا هنا بقى عشان أنضفها زي كده، مرحلة آخر اللي هي مرحلة قبل ما بعد التشطيب يعني. مفيش تشجيع، مفيش غرف تجارية تشغل الناس اللي هي المبتدئة وتشجع الصناعة بتاعتها. وداخل ورشة صغيرة تأملنا فنا يحمل صاحبه الأزميل ويحفر على الخشب، يشكل أجمل الأشكال الخشبية، فن الأيمة. الأيمة فن الشغل كله، سفرة، صوالين، أندرهات، نوم أطفال، كل حاجة. طبعا الأيمة في بدايتها رسم مع تفكير من الذاكرة، الحاجات القديمة بتاع الزمان والحاجات الحديثة. في شغل بيجي مرسوم وفي شغل احنا بنرسمه. فن يحتاج الى التفكير لتحول قطعة خشبية الى تحفة فنية. ده عبارة بيجي عن حتة خشبة كده يا سادة، زي ما انت حضرتك شايف كده. احنا بقى حضرتك بنمسكها نبرودها الاول قبل الدق ده خالص، نبرودها بالمبرد، اخدت بال حضرتك، ومعاه بنعمل لها طبعة، اعمل لها طبعة مثلا، ارسم كده لغاية ما اوصل للنمط اللي انت حضرتك شايفه ده. ولكي تغطي كل أنواع الخشب لابد من صناع مهرة يعرفون دقائق أنواع الخشب، خاصة القشرة. في أنواع من القشرة، زي القشرة دي مثلا اسمها القفا الصدر أو رونج، دي ما بتتجمع على بعض في اللزيق بتدي منظر رائع للشغل. وفي نوع تاني زي القشرة دي كده اسمها بلسندر برضو، وفي أنواع كتيرة جدا بس حسب ما الزبون بيطلب. ورش النجارة هي صومعة النجار وبيته الثاني الذي يتفنن فيها بإخراج التحف والمقاعد الوثيرة إلى أن تصل إلى مرحلة التنجيد. النهاردة الشغل الصيني النهاردة اللي التجار بتستورده أرخص، بس ما هوش عملي، يعني بمعنى أصح إن ده يعيش عنده. أنا ممكن أقول للزبون ده يقعد عندك 25 سنة بضمان مني. وتتبعنا خطوات صناعة الأثاث في دمياط إلى أن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة. والله دمياط في خير والحمد لله، المنافسة طبعا مع أكبر دول أوروبية، مع إيطاليا ومع غيره، لسه حافظة مركزها ولها اسمها ولها سمعتها. بس فعلا الموضوع بقى فيه تعب جامد، الناس اللي هي أولاد المهنة زي بيقولوا خايفين عليها، فبنحاول إن احنا مثلا يعني بمعنى أصح نوصل منتج يشرف البلد. بس الزيارات اللي عليك في خامات، في أجر عمال، في أعباء، في ناس كتير بدأت تهرب من المهنة نفسها، وأنا حاسس إن لو استمر كده ناس كتير هتدور على مجالات تشتغل فيها غير مهنة الموبيليا. أثاث دمياط يقصده القاصي والداني في مصر، خاصة العرائس، لأن لها سرا عجيبا. جيت دمياط عشان الفرايتي مختلفة جدا، في كل الأذواق وكل المستويات، القليل والعالي والمتوسط، في أذواق حلوة قوي، وإن شاء الله أي حد هيجي يلاقي اللي يعجبه. حينما تسير في شوارع دمياط تشعر كأنك في مصنع مفتوح للأثاث والموبيليا، لذلك أيضا لا نتعجب حين نعلم أن هذه الصناعة هي عصب الحياة في دمياط، وأن نسبة البطالة فيها تكاد تكون صفرا. ويجب أيضا التغلب على المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الصناعة. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين من محافظة دمياط.